للعلم الموقف المتفاعل مع الثورة أنا أظنه جازما. أنا في الجولان السابقة بقيت المناطق السورية بعد 10 أيام بالضبط في 25 آذار كان هناك بيان صدر بتوقيع أنا حسب ما أذكر 93 كادر جامعي وأكاديمي بدعم الثورة تحت شعار أنتم الصوت ونحن صداه، وكان البيان صريح وواضح بانحيازي إلى الثورة ورفضه للقمع الحاصل بحق شعبنا والمطالبة بإعطاء حق شعبنا حقه في الحرية والتعبير عن نفسه. أيضا كان لدينا سجين يقضي في عمل نضالي يقضي ما تبقى له حكيم أبو بيقرة 22 عاما اسمه وئام عماشة. من داخل السجون كان لديه موقف متميز باعتبار أن سلطات القمع في الوطن هي الوجه الآخر للاحتلال، وكان لديه موقف متميز بالدعم حيث أعلن عن إضراب مفتوح على الطعام حتى يتوقف قمع شعبنا السوري في سوريا. حكيم، باختصار حول تصريحات أحد مشايخ أبناء الطائفة المعروفية في الداخل الفلسطيني في مناطق عام 1948 الذي أبدى عن استعداده لإرسال مقاتلين من أبناء الطائفة الدرزية الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي لتقديم العون لأبناء طائفتهم في سوريا، ما تعليقك حول ذلك؟ هناك على مبدو خلط في اعتبار الدروز المعروفين أو في معرفة أو في الفصل بين الدروز الفلسطينيين الذين يسكنون الجليل والكرمل، وتم فرض السلطة الإسرائيلية عليهم في عام 42 بعد قيام الكيان الإسرائيلي، وبين الجولان الذي تم احتلاله في عام 1967. الشيخ موفق طريف مع الاحترام لشخصه كرجل دين لا يمثل أبدا الهيئة الروحية في الجولان، على العكس جميعنا في الجولان نذكر أنه منذ بضعة سنوات كانت هناك زيارة دينية وفي حال زيارة دينية هناك تفاعل بين الهيئات الدينية في داخل فلسطين وبين جولان. عند قدومه لجولان رفض الشيخ موفق طريف دخول مبنى عام في مجدل شمس مطالبا بإنزال العلم السوري من على المبنى، فكان رد المرحوم الشيخ سلمان طه عليه بأن من لا يريد الدخول إلى المبنى إلا بإنزال العلم السوري ليس مرحبا فيه بشوف في جولان ويستطيع المغادرة، وهذا حصل فعلا. أيضا الشيخ موفق طريف لا يمثل الوجهة النظر السياسية ورأي العام في لدى أهل من المعروفين داخل فلسطين، وإنما هو معين من قبل السلطات الرسمية الإسرائيلية، وبالتالي فهو يعبر عن وجهة النظر الرسمية للسياسة الإسرائيلية ويعبر عن وجهة النظر الوطنية التي تتنامى في داخل الطائفة المعروفية في داخل فلسطين كما نعرف، ويستطيع من يريد أن يتابع الأمر العودة إلى حركات الرفض الكبيرة التي تحصل في داخل الطائفة المعروفية للسياسات الإسرائيلية ومنها رفض الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي. دكتور، بعد استشهاد الشيخ غسان صالح زيدان قائد كتيبة أحرار حضر، صرح الوزير اللبناني وئام وهاب واتهم جبهة النصرة بمقتل الشهيد أبو ممدوح غسان صالح زيدان، ما تعليقكم حول ذلك؟ قد يكون بالصدفة ولا أظن أنه بالصدفة، أنا في تفاعل دائم مع الأهل في محافظة قنيطرة من الثوار ومن الداعمين للثورة، وأنا كنت متابعا للتفاصيل في الأحداث بين قرية حضر وجيرتها. شهادة للتاريخ.